دكتور محمود الحمزة الكاتب والباحث السياسي. دكتور الحمزة، أهلا بك معنا في هذه التغطية. تعليقك بداية أهلا بكم. على حادثة تحطم الطائرة وما يرد من أنباء بأن يفغيني بريغوجين قد يكون على متنها، وهناك من أكد من أطراف روسية بأنه لقي حتفه ضمن هذه الطائرة، لكن ربما ننتظر التأكيد من جهات أخرى. نعم، الحقيقة أنه خبر يعني هو مفاجئ وغير مفاجئ. يعني كان الكثير من المراقبين والمحللين بعد التمرد اللي قاده بريغوجين في 24 يونيو الماضي توقعوا أنه مصيره أنه سيقتل بعد أن تمت المصالحة مع القيادة الروسية، أنه سيتم تصفيته ولكن بعد وقت ليس مباشرة. نعم، لكن كان معي ضيف آخر كان معي من موسكو، ربما يختلف معك، هو يستبعد أن يكون الكرملين وراء هذا الموضوع، خصوصا وأنه على ما يبدو أعطي بريغوجين الأمان بعد ما قام به من تمرد، وكأنه تم قلب الصفحة. لا، المعروف عن القيادة عن الرئيس الروسي أنه لا ينسى من يغدر به أبدا، ولا يسامح على الخيانة أو على الغدر، وهو عادة لا يرد مباشرة على الأخطاء الآخرين أو تعاملهم السلبي معه، هو ينتظر لفترة جيدة بعدين يتخذ الإجراءات. نعم. لأن هناك جنرال كبير أيضا اسمه سورافيكين يوم أمس تم إقالته من منصبه، تم تغييره لأنه هو كان أيضا من المتعاطفين مع بريغوجين. نعم. فهو بعد ما أعلن الرئيس يومها ألقى كلمة بالتلفزيون يعني، وكان متوتر بأنه خيانة وغدر وطعن في الظهر، هذا كلام ما ممكن يكون هيك يمشي بدون ثمن يعني. فبريغوجين كان نعم. مطروح أنه ستتم معاقبته بأي طريقة لا أحد يعلم. نعم. لذلك أقول أن الخبر فيه مفاجأة وليس مفاجئ. نعم، ولكن أنت قلت بأن الرئيس الروسي نعم. لا ينسى، ولكن انتقادات يفغيني بريغوجين وحتى تمرده كان ضد وزارة الدفاع، قيادات عسكرية روسية يعني لم يكن يستهدف الرئيس الروسي نفسه. لا، بس هو أعلن أن الرئيس الروسي اتخذ الطريق الخطأ وأنه سيكون هناك رئيس جديد في روسيا. لا، هو تعرض للرئيس الروسي مباشرة بعد أن اتهموا بالخيانة وبالغدر هو فعلا في كل كلماته كان يتحدث عن وزارة الدفاع، وزير الدفاع ورئيس الأركان. نعم. لكن بدأ يتعرض للرئيس الروسي في أحدى كلماته، قال أن هناك العجوز يعني الأحمق أو المجنون، واضح كان يقصد القيادة الروسية. لا، هو يعني خرج عن إطار وزارة الدفاع، ولكن بالرغم من المصالحة التي تمت وأنه الرئيس الروسي استوعب الموقف وهذا التمرد بمساعدة طبعا الرئيس البيلاروسي لوكاشينكا، إلا أنه بتقديري من خلال معرفتي اللي يعني من خلال متابعتنا من وسائل الإعلام يعني نعرف ما هي كيف يفكر الرئيس الروسي وما هي شخصية الرئيس الروسي، هو لن يسامح بريغوجين. طيب، لكن أنا ماذا لا عن أعرف مجموعة فاغنر التي بقيت؟ نعم، الكرملين وجه أو وزارة الدفاع وجهت عروض لعناصر فاغنر بالانضمام إليها بتوقيع عقود، وحتى الرئيس الروسي قال من لا يريد أن يتعاقد مع وزارة الدفاع الروسية فليذهب إلى بيته، لكن هناك مجموعة أيضا كبيرة بقيت مع يفغيني بريغوجين وذهبت معه إلى بيلاروسيا، كيف تتوقع رد نعم. فعل هذه المجموعة مستقبلا؟ نعم، هو شوف الحقيقة مجموعة فاغنر هي مجموعة يعني تابعة لشخص بريغوجين، وهو اللي يأسسها وهو اللي يصرف عليها وهم يعني موالين له بشكل مطلق حقيقة يعني، لأنه هو عنده كاريزمية معينة يعني، هو أصلا كان رجل داخل السجن وهو واحد من هالرجال المافيات يعني، فهو يعرف يتصرف مع الرجال ويسيطر عليهم، لكن ليس هو القائد العسكري، هناك في قادة عسكريين ضباط من الجيش متقاعدين برتب عالية هم يقودون العمليات العسكرية في مجموعات فاغنر. لذلك يعني أعتقد بأن القادة هذول ممكن ينسوا بريغوجين إذا وفروا لهم قائد يعجبهم، لأنه أي قائد كمان يجيبوه من وزارة الدفاع لن يرضي هؤلاء الناس، لأنه قادة الجيش يعني يتهمونهم
بأن هذول القادة في المكاتب يعني لا يخوضوا عمليات عسكرية وليس لديهم خبرة قتالية، إلا هذا سرافيكن جابوه من سوريا، هذا اللي يسموه جزار حلب. نعم. جابوه على أساس يحل المشكلة في أوكرانيا ولم يفلح. وطبعا إجا التمرد، ويبدو هذا التمرد اللي هو أعلن يعني تعاطفه معه لحد ما، يبدو جاب خبره والآن نعم. هو غير معروف مصيره. أرجو أن تبقى معنا دكتور الحمزة، أرجو أن تبقى معنا.